بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من سلسلة دروس كتاب كنز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب. هنا الآن قال من اشترى ثوبا، يعني قطعة قماش، اشترى قماشا فقطعه، يعني ولم يقم بخياطته وإنما قصه، قطعه. بعدما قطعه وجد به عيبا، ما الحكم؟ قال رجع بنقصان العيب، رجع بنقصان العيب. ليه؟ قال لأن الرد صار ممتنعا الآن بسبب القطع، لأن القطع عيب حادث. كان عندنا عيب قديم موجود عند البائع، والآن صار عندنا بيع جديد حدث عند المشتري. فنحن لا نريد أن نظلم البائع ولا نريد أن نظلم المشتري، فما هو الحل؟ أن يرجع المشتري على البائع بنقصان العيب، إلا أن يقبل البائع الثوب مقطوعا فيجوز. كيف يجوز؟ قال يجوز لأن بالأصل نحن لم نسمح للمشتري أن يرد هذا الثوب على البائع رعاية لحق البائع، وهو قد تنازل عن هذا الحق ورضي بالثوب المعيب، فكان إسقاطا لحقه من قبله. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال فإن قبله، لاحظ، فإن قبله البائع كذلك، يعني بالعيب الحادث عند المشتري، له ذلك، هو الذي أسقط حقه. قال وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء، يعني الآن المشتري اشترى ثوبا ثم باعه، أو وجد باع المشتري اشترى ثوبا قطعه ثم باعه، فلما باعه علم بوجود العيب قبل القطع، يعني علم بوجود العيب عند البائع بالعيب القديم يعني. فهل يقول للبائع أريد أن أرجع بنقصان العيب؟ قال ليس له ذلك. ليه؟ قال لأنه لما باع هذا الثوب بعد قطعه صار حابسا، صار المشتري حابسا للمبيع، لما باعه صار حابسا للمبيع. لأن البائع الآن لو قال يا أخي أنا لا أريد أن أعطيك نقصان العيب، أعطني الثوب وأرد لك ثمنه، فالآن أنت ما تستطيع أن ترد إليه الثوب لأنك قد بعته، ففوت المشتري على البائع حق الرد، فلذلك سقط مقابله حق نقصان العيب. إذن وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء. ليه؟ قال لأنه لما باعه صار حابسا للمبيع بهذا العيب. إذن بخلاف، لاحظوا أحبابنا، بخلاف ما إذا الآن انتبه، ماذا قلنا إحنا الآن؟ قلنا اشترى ثوبا فقطعه ثم باعه، قطعه ثم باعه لم يرجع بشيء، فهمنا الآن؟ في عندنا صورة ثانية الآن، أنا اشتريت قطعة قماش، قطعتها، حولتها إلى قميص وقمت بخياطتها،
ثم بعت هذا القميص، ثم أخبرت وعلمت بأن الثوب قبل أن أقطعه كان فيه عيب، ما الحكم؟ ثم ذهبت إلى البائع، قال أنا أملك الآن الرجوع بنقصان العيب. انتبه، أعيد فأقول، أنا اشتريت قميصا قماش، قطعته ثم بعته، ثم علمت بأن الثوب كان به عيبا قديما، ليس لي أن أرجع بنقصان العيب. الآن قبل أن أبيعه قمت بخياطة هذا الثوب ثم بعته، ثم علمت بأن في الثوب كان في الثوب عيب قبل أن أقوم بقطعه، ما الحكم؟ قال أملك أن أرجع بنقصان العيب. لماذا؟ قال لأن هذا القميص الذي قمت بقطعه وخياطته هذا لو رضي البائع برده لا يجوز أن يرده إليه. ليه؟ لأنه إذن الرد الثوب ممتنع قبل البيع، رد الثوب قبل البيع ممتنع. ولو قال البائع وأن أرضى بأن آخذه هكذا مخيطا، نقول له لا. لماذا؟ قال لأنك أنت بعت قماشا معيبا، فإذا أعطيناك قماشا معيبا وقد خيط فأخذت أنت زيادة على حقك. فإذا الامتناع رد المبيع قبل العيب قلنا امتنع رد المبيع قبل البيع فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع، لا يكون بالبيع حابسا للمبيع، وإنما امتنع الرد بسبب الخياطة. فلذلك يجوز له أن يرجع بنقصان العيب. فهمنا أحبابنا الفرق بين المسألتين؟ واضح إن شاء الله. لذلك ماذا قال الشيخ؟ انتبه ماذا قال. قال فلو قطعه وخاطه، فلو قطع الثوب وخاطه، يعني خاط الثوب الذي اشتراه بعدما قطعه، أي واحد، أو صبغه، اشترى الثوب ثم صبغه بأي صبغ كان، أنه في خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه بالصباغة في الألوان. الآن الفتوى بأي صبغ كان. إذن فإن اشترى ثوبا فقطعه وخاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن، اشترى سويقا فلته بسمن فاطلع على عيب في الثوب أو في السويق، قال رجع بنقصانه. ليه؟ قال لأن الرد ممتنع بهذه الزيادة، ليس للبائع أن يأخذه. لماذا ليس للبائع أن يأخذه؟ قال لأنه لا وجه لفسخ هذا العقد بدون هذه الزيادة. يعني الآن الزيادة على الثوب من الخياطة والصبغ والزيادة على السويق من السمن، هذه لا يمكن فصلها عن المبيع، لا يمكن، نعم، ولا وجه شرعي، لأن نفسخ هذا البيع بين المشتري والبائع مع تلك الزيادة. وإلا لو فسخنا البيع بين البائع والمشتري لحصل لدينا معنى الربا، لأن صارت الآن زيادة في المبيع بدون مقابل. وإذا قلنا ما حصل ربا وإنما حصل شبهة الربا، فإذا لا يجوز.
لا يجوز إذن. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لو باعه بعد ذلك كما قلنا قبل قليل لا يمنع من رجوع من 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 الرجوع بنقصان العين. هنا لذلك قال علماؤنا أحبابنا كل موضع للبائع أخذ المبيع معيبا لا يرجع المشتري بالنقصان بإخراج المبيع عن ملكه. كل موضع للبائع أن يأخذ المبيع معيبا إذا أخرج المشتري هذا المبيع عن ملكه لا يرجع بالنقصان على البائع، كأن يهبه مثلا أو أن يبيعه أو أن يعتقه بالمجان لو كان عبدا. أما لو لم يخرجه عن ملكه رجع على البائع بالنقصان. قال فلو قطعه وخاطه أو صبغه أو لت السويق بسم فاطلع على عيب رجع بنقصانه، كما لو باعه بعد رؤية العيب، يعني كما أنه يرجع بالنقصان، كما يرجع بالنقصان، إيه نعم، كما لو باعه بعد رؤية العيب، يعني باع الثوب كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه، كما يرجع بالنقصان لو باع الثوب بعد القطع، بعد القطع يعني والخياطة. هل هنا المشكلة أنه غفر الله له؟ هنا ينبغي أن تكون فاصلة، وكلمة كما لو باعه تابعة لها. كما لو باعه يعني كذلك يرجع بالنقصان، كذلك يرجع بالنقصان لو باع الثوب بعد القطع والخياطة، ولو باع الثوب بعد الصبغ، ولو باع السويق بعد لته بالسمن. تمام أحبابنا؟ كل ذلك نعم بعد رؤية العيب، بعد رؤية العيب. نعم، يعني أنا الآن اشتريت ثوبا لم أرى العيب، قطعته لم أرى العيب، قمت بخياطته وبعد الانتهاء من الخياطة رأيت العيب، ثم بعته قال أرجع بنقصاني العيب. ليه؟ قال لأن البيع الآن لا علاقة له في الرد، في امتناع الرد، لأن الرد قد امتنع بسبب الزيادة التي أحدثتها وهي الخياطة. واضح إن شاء الله أحبابنا. قال كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد. يعني أنا الآن عندي اشتريت عبد، اطلعت على عيب في العبد ثم مات العبد، فأملك أرجع بالنقصان على البائع، لأن الرد قد امتنع الآن، امتنع الرد. أو أعتقه، انتبه هنا، مات العبد بعد اطلاع المشتري على العيب. أو أعتقه، لابد من تقييد هذا الكلمة الآن، أو أعتقه يعني قبل العلم بالعيب. أعتقه، عند اشتريت عبدا ثم أعتقته ثم علمت بالعيب، أملك بعد ذلك الرجوع بنقصان العيب. أما لو أنني علمت بالعيب ثم أعتقته، أي نعم، قال لا أرجع بشيء. ليه؟ قال لأن الإعتاق رضا بالعيب، الإعتاق بعد العلم بالعيب رضا بالعيب، فلا أملك الرجوع. أي نعم. قال فإن أعتقه على مال، أعتق العبد على مال، طبعا لا يرجع بشيء. ليه؟
قال لأن المشتري الآن حبس بدل العبد، بدل العبد المبيع، وأزال ملكه عن العبد بعوض، بعوض. وحبس البدل الذي هو المال الآن كحبس المبدل، فصار كأنه باعه، فصار كأنه باعه. وفي البيع كما قلنا لا يرجع، فكذلك هنا لا يرجع. فإن اعتقه على مال أو قتله، قتل المشتري العبد المشترى، قتل المشتري العبد المشترى، أو كان المبيع ثوبا فلبس الباء المشتري الثوب حتى تخرق، ثم علم بعدما تخرق الثوب أن الثوب الذي اشتراه من 6 شهور كان فيه عيب، فإن اعتقه على مال أو قتله أو كان طعاما فأكله، كان المبيع طعاما فأكله أو أكل بعضه، ثم بعد ذلك كما قلنا اطلع على عيب، قال لم يرجع بشيء، لم يرجع البائع بشيء. ليه؟ قال لأن الرد الآن، الرد تعذر الرد بفعل مضمون من المشتري في المبيع، بفعل مضمون، نعم، بفعل مضمون من المشتري في البيع، وهو القتل والأكل، أكل البعض أو تخرق الثوب إلى آخره. نعم. قال لم يرجع بشيء. وهذا فيه تفصيل بين في الحقيقة بين أبي حنيفة وبين الصاحبين. المذكور الآن هو قول أبي حنيفة، المذكور قول أبي حنيفة. الصاحبان احنا قلنا سابقا لن نتعرض لقول الصاحبين إلا إذا كان الفتوى على قولهما، إلا إذا كان الفتوى على قولهما. وهنا في هذه المسألة نص كثيرون على أن الفتوى على قول الصاحبين، على قول الصاحبين، وهو أن الصاحبان قالا في مسألة قتل العبد، في مسألة قتل العبد، وفي مسألة لبس الثوب وأكل الطعام، هذه المسائل الثلاثة، قالا يرجع المشتري على البائع بالنقصان، يرجع على المشتري على البائع بالنقصان. إيه نعم. ليه؟ قال لأن المشتري يعني صنع في المبيع ما يقصد بشرائه، ما يقصد بشرائه، وهو يعني الأكل والشرب في الطعام والشراب، نعم، واللبس في الثياب، فلا يمنع ذلك من الرجوع بنقصان العيب، لا يمنع ذلك من الرجوع بنقصان العيب. هذا نص على أن الفتوى على قولهما كثير من علمائنا. نعم، والله تعالى أعلم. قال ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء، باع المبيع فرد عليه بقضاء، يعني اشترى ثوبا ثم باعه. تركنا سطرا مولانا. نعم تركنا. طيب ولو اشترى بيضا، تركنا هذا، ولو اشترى بيضا أو قثاء أو جوزا ونحو ذلك ونحوه، ووجده فاسدا ينتفع به، وجده فاسدا ينتفع به، ينتفع به ولو أكل للدواب، إذا كان عنده دواب. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة التي يباع فيها. يعني أنا اشتريت الآن بطيخة فإذا بها هي فاسدة، هذه تكون طعاما للحمير، ولكن الآن الحمير غير موجودة، في عنا سيارات وعنا متسكل وعنا بسكليت، فالآن هذه لبس غير منتفع بها أبها لترمى، فلذلك أرجع بكل الثمن. أما إذا كان ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع الممكنة أرجع بنقصان العيب. قال ووجده فاسدا ينتفع به،
نعم. قال رجع بنقصان العيب. لماذا أرجع بنقصان العيب؟ وإذا كان ينتفع به، قال لأنك لما كسرت البيض، كسرت البطيخ، كسرت الجوز، أحدثت فيه عيبا لم يكن موجودا سابقا، فلذلك ترجع بنقصان العيب. إلا أن يقبل البائع، إلا أن يقبل البائع المبيع مكسورا فيأخذه ويعطيك ثمنه كاملا. قال وإلا بكل الثمن، وإلا يعني إن لم يكن هذا المبيع الذي كسرته منتفعا به في وجه من الوجوه يرجع بجميع الثمن، لأنه ليس بمال، فظهر أن البيع كان باطلا. يعني الآن اشتريت أنا، وهذا يعني يحصل كثيرا، تذهب للسوبر ماركت أو البقال تشتري من عنده بيض، تذهب للبيض مثلا تجد واحدة اثنتين ثلاثة أربعة فاسدة، فتذهب ترجعها له فيقول لك أنا ما علاقتي، وهل أنا كنت في داخلها؟ طيب أنا الآن أرمي فلوسي في الطريق هكذا؟ أنت تاجر تتحمل، أما أنا كمستهلك لا أتحمل هذا. فإذا رفض أن يرجع البيض الفاسد يأخذ ماله حراما، يأخذ ماله حراما، ثمن هذا البيض حرام. إذا كان هذا الكلام أنا كثيرا ما أتكلم به مع الباعة وأعلمهم ذلك، وأقول لهم أنت يجب عليك إذا ما أرجع لك إنسان قال لك بيض فاسد يجب عليك شرعا أن ترجعه. قال ولو باع المبيع، المشتري اشترى ثوبا ثم باعه، ولو باع المبيع فرد عليه، يعني رد الثوب على المبيع على البائع الثاني الذي هو المشتري الأول، فرد عليه بعيب، بعيب كان قبله، يعني كان قبل البيع قبل أن يبيعه، بقضاء، يعني قبل المشتري الأول الذي هو البائع الثاني، قبل رد المبيع إليه بقضاء القاضي، قضى القاضي ببينة من المشتري الثاني نعم على وجود عيب في المبيع، فقد القاضي بوجود هذا العيب وأمر برد البيع على البائع الثاني الذي هو المشتري الأول. قال ولو باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء رده على بائعه، رده من الذي فعل رده الآن؟ الذي هو البائع الثاني المشتري الأول على بائعه، يعني على البائع الأول، رده على البائع الأول، لأن البيع الآن أحبابنا الثاني، لاحظوا البيع الثاني نعم فسخ من كل وجه، فسخ من كل وجه لما قضى القاضي بالرد، فجعل البيع الثاني كأنه لم يكن موجودا، فيكون إذن البيع الأول ما زال قائما. فإذا كان البيع الأول ما زال قائما يملك المشتري أن يرجع بالمبيع المعيب. قال ولو برضا لا، يعني إن قبل المشتري الأول الذي هو البائع الثاني، لو قبل رد المبيع المعيب بغير قضاء القاضي يعني برضاه نعم، فليس له أن يرده على البائع الأول نعم، لأن رد المشتري الثاني المبيع بالعيب إلى المشتري الأول بالتراضي، قال هذا بيع جديد في حق ثالث الذي هو البائع الأول. قال ولو باع المبيع فرد عليه بعيب، المهم أن نعرف الضمائر هذه لمن ترجع. ولو باع المبيع، باع يعني المشتري، فرد عليه على المشتري الأول الذي هو مبيع البائع الثاني بعيب بقضاء رده المشتري الأول على بائعه على البائع الأول ولو برضاه
لا يرده. نعم تفضل. مولانا أما في يومنا هذا يرد برضا فقط صح ليس بقضاء؟ الآن لا يملك أن يملك أن لا يرضى، يقول له ارفع الأمر للقضاء، يملك ذلك، يملك ذلك، ويقول أنا لا أرده لك، لا أرده عليك إلا بقضاء، إلا بقضاء. يملك ذلك، يملك ذلك. نعم جزاك الله. قال ولو قبض المشتري المبيع، ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا، يعني ادعى المشتري وجود عيب، ولو قبض المشتري المبيع وادعى عيبا لم يجبر المشتري على دفع الثمن للبائع بعد دعوى العيب. ليه؟ لاحتمال أن يكون صادقا فلا يجب عليه دفع الثمن، ولكن يبرهن المشتري، يأتي يقيم الحجة والبينة على أن المبيع فيه عيب، أو يحلف بائعه إذا لم تكن عند المشتري بينة، ماذا؟ يطلب الحلف واليمين من البائع. فإن قال المشتري، ما قال أن طلبنا من المشتري بينة شهودا، فإن قال المشتري شهودي بالشام وهو موجود ببغداد مثلا، فإن قال شهودي بالشام دفع الثمن للبائع، إن حلف البائع دفع. ليه؟ قال إنه في الانتظار الآن ضرر بالبائع، ولا ضرر ولا ضرار، فنحل المشكلة بأن يحلف البائع. فإن نكل البائع قال أنا لا أحلف، لزم العيب، فيرد، فيجبر البائع على الرد، لأنه النكول الامتناع عن اليمين حجة. الله. طيب نقف هنا أحبابنا، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.